أهلا بكم من جديد. قرضك بعشر دقائق وبدون كفيل، هي جملة بدأنا نسمعها كثيرا في حياتنا اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا تقدمها الكثير من الشركات أو بعض شركات التسهيلات التي تهدف إلى جذب المحتاجين للمال وإعطائهم قروضا مالية بشكل سريع وسهل. فما هي هذه الشركات؟ كيف يتعامل القانون تحديدا مع هذا النوع من الشركات بشكل عام؟ هل يمكن أن تتعارض تلك الشركات مع مفهوم حماية المستهلك؟ هذه الأسئلة وأكثر ستكون محور حديثنا اليوم مع المحامية إسراء الزعبي. صباح الخير لك. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. عندما نتحدث عن الشركات المسهلة لفكرة الإقراض للمواطنين من خلال تسهيل عملية الضمان، ضماناتها الموجودة كأي مؤسسة مصرفية، هل هذا ضمن القانون يعد صحيح؟ ما هي المعايير والشروط التي تندرج تحت هذا المفهوم؟ تمام. انتشرت هلا عندنا بالآونة الأخيرة اللي هي شركات التسهيل أو التمويل، وتحديدا التمويل الأصغر بالأردن. هاي الشركات هي عبارة عن شركات تمنح المواطنين قروض بشكل ميسر وسهل وسريع وبدون أي تعقيدات. هذا ما يبدو، هذه الصورة اللي يعني بتكون عندنا واضحة للشخص اللي محتاج هذه الفلوس. هاي الشركات أو الشركات التمويل خاضعة لقانون نظمته اللي هي قانون البنك المركزي، اللي هو التمويل، قانون التمويل بمقتضى أحكام القانون البنك المركزي. الشركات يجب أن تخضع لعدة شروط حتى تكون مرخصة، حتى أنا كمواطن أروح وأخذ من هذه الشركات. إيش هي هاي الشروط إذا بدنا نحكي بشكل عام؟ هل هناك شروط تحديدا لشركات التمويل الأصغر، أم هي ذات الشروط اللي ممكن تتبعها الكثير من البنوك مثلا؟ تمام. هلأ هون إحنا كان عندنا أصلا في نظام للتمويل الأصغر، إجا البنك المركزي وأعطى يعني مظلة أوسع، بما أنه صار في عندنا شركات متعددة. هاي المظلة اللي توسعت بالتمويل الأصغر وبالتمويل العقاري والرهن العقاري أو التمويل التخصيص. يعني تعدد الضمانات، تعدد، صار في عندنا تعدد. يعني أنا كمواطن بدي مثلا أعمل مشروع صغير، أو أنا مثلا محتاج مثلا أشتري سيارة، أو أعمل شيء خلينا نقول يعني خلينا نقول صغير، هذا بروح للتمويل الأصغر. يعني هو بيعطي خلينا نقول بروح للأشخاص اللي هم ذوي يعني الدخول المتدنية أو المحدودة. أخذت مثلا في عنا اللي هو بالنسبة اللي هو بالتخصيص، اللي هو مثلا زي اللي هو عقود التأجير التمويلي أو المنتهي بالتمليك أو التخصيم. أخذت كمان اللي هو الرهن العقاري، لا هاي بتكون اللي هي بتشتري اللي هي المحافظة العقارية أكبر. لكن إحنا ما يهمنا الآن في يعني التحدث مع المواطن، اللي هو لما أنا بروح بشتري العقد اللي هو أو بعمل هذا العقد القرض اللي هو خلال 10 دقائق، يفترض أني أكون متمكن أنا كمواطن. يعني هي المسؤولية مشتركة ما بين المواطن وما بين اللي هي الدولة. البنك المركزي لما نحط هاي الشروط حطها بي يعني بي خلينا نقول برأس مال محدد، بحدد منهم حط حد أدنى لرأس المال. يعني مثلا خلينا نقول التمويل الصغير، يعني لما أنا بدي أسس شركة بهذا المستوى من التمويل الصغير، ما بدي يكون حد الأدنى من رأس المال أنا كمؤسس عرفتي يقل عن 2 مليون. يعني إذا أنا بحكي عن شركة تمام رح تكون خاضعة لشروط وأحكام هي متعددة. يعني بدنا حلقة يعني حتى نحكي بالقانون عن شروط الترخيص مثل هذا النوع من الشركات. لا احنا بنحكي هلا عن شركات مرخصة، عن الشركات المرخصة. الشركات المرخصة أنا كمواطن بدي أخذ من شركة مرخصة، بدي أروح أقل ما فيها خلينا نقول على موقع البنك المركزي، في عندنا حوالي 9 شركات في هذا المجال. بشوف الشركة اللي أنا شفتها سواء على مثلا على إعلان تجاري مثلا فضائي من فضائيات الصحف، أخذتها من معارف من جيران، أشوف هاي الشركة نازلة ضمن هذا يعني خلينا نقول ضمن هالشركات اللي حددها البنك المركزي أم لا. إذا كان في عندي شك إنه هذه الشركة غير مرخصة، أروح مثلا لوزارة الصناعة والتجارة في سجل للشركات، أشوف هالشركة أصلا موجودة أو غير موجودة. يعني نحن اللي بدنا إياه أهم شيء إنه التحري ونخلي المواطن بعيد عن إنه يقع فريسة احتيال، خاصة إنه وجد في الآونة الأخيرة إنه كثير من أصحاب الأسبقيات في مجال النصب والاحتيال هم من يقومون بعمل هاي الشركات، وما بتكون ماخذة ترخيص
ترخيص او بياخذ خلينا نقول تمويه، يعني بيعمل بيروح بيحط بوزارة الصناعة والتجارة بقول أنا شركة استشارية أو استثمارية، ولكن هل هي خاضعة لأحكام وقانون اللي هو البنك المركزي؟ تجدين في الغالب أنها غير خاضعة. طيب في هاي الجزئية تحديدا، يعني هناك حق للشركات نفسها وهناك حق للمواطنين. أولا المعلومة التي تصل للمواطنين، يعني هاي فكرة التسويق خلال 10 دقائق من غير هوية من غير كفيل، تسهيل المعاملات، يعني خلينا نحكي للحصول على أموال معينة لتسهيل أمورهم وتسهيل أحيانا بعض الأعمال التي يقوموا بها. ما هي الضمانات التي تحصل عليها هاي الشركات، وما الغاية من توسيع شريحة الأشخاص الممولين من خلال هذه الشركات؟ يعني بتحسي أنه أيضا هناك ثغرة معينة في أنه الحالة حاجة إلى تسهيل الإقراض وبنفس الوقت عدم وجود ضمانات واضحة وحقيقية حتى لدخول الأفراد. صحيح. شوفي، هو بالأساس أنه نحن بهمنا الإقراض، لأنه الإقراض لما أنا بعطي المواطن اللي بيكون بده يعمل فرضا مشروع، اللي بده مثلا يشتري سيارة بناء أو سكن أو بده يمشي أموره، هذا كله يساهم في النمو الاقتصادي يعني. وخلينا نقول بنقضي شوي على البطالة، بنحاول أنه نخفف منها من خلال مثلا مشروع ممكن أنا أقومه، فبتجه لها هذا النمط من القروض. هلا انا اذا كان عندي الامكانيه، الاساس اني اروح للبنك بنكي ويعني واطلب القرض، ولكن تعقيدات البنوك تمام بدها تكون يعني على سقف عالي من الحمايه، بدي كفيل، راتب يتناسب لا يتناسب، في عده ظروف كثير احنا بنعرفها بالنسبه للبنوك. كمواطن انا بدي اهرب من هاي التعقيدات، خاصه لما يكون اللي هو المتدني الرقم اللي المدخول اللي انا بدخله، وبدي اعمل، بدي انقذ نفسي، بدي يعني امشي باجراءاتي، بدي اسهل امور حياتي. فوجدت هذه الشركات، لكن برجع بقول يجب ان تكون مرخصه، لانه من السهل جدا انه انا اجي افتح مكتب، وهذا اللي عم بصير، وهذا الاجهزه الامنيه وحتى مديريه الامن العام اهابت كثيرا بهذا الموضوع، انه انا من السهل جدا اذهب لاي عم بشوف انا والفضائيات، يعني انا حتى من هون يعني عم بقول انه ليش ما يكون في عندنا رقابه كمان مع هيئه الاعلام، انه انا شركه شفتها على احدى الفضائيات او شفتها في مثلا احد الاسواق، يعني اتاكد من الاعلان نفسه، اتاكد انه هذه الشركه اصلا قبل ما اطلع اعلانها موجود ولا لا، لاني انا كمواطن بروح مع انه انا شفتها على التلفزيون، فما هو المانع ما دام طلعت على التلفزيون؟ اذا اكيد الشركه موجوده. بنتفاجئ بعدين كمواطنين انه بوجدوا انه هاي الشركه غير موجوده، مكتب غير موجود. وطبعا اللي هو كمان ما احنا اللي بصير انه في تسهيل، انت عم بترني عليهم تليفون بقول لك ادخلي مثلا على موقع الكتروني او اعطيني بياناتك، بتقومي انت بتعطي كل البيانات، بتعطي دخلك، بتعطي بقول لك هاتي 50 دينار هاتي 100 دينار غير مستردات لاجل، فبالتالي هو مدخل خطير جدا، مدخل خطير جدا. بتدفعي انت المية، بتدفعي الخمسين، whatever شو هم عم بيطلبوا. بعد فتره تمام عشان تجهيز معامله القرض بقول لك كمان هاتي 250 دينار، فبتصفي انت دافعه. ولو اخذنا على شريحه كبيره من المواطنين، هذا 200 وهذا 300 وهذا 50، هو كمل يعني مبلغ، بيحط هالمبلغ وبحمل حاله وبفل وبتروحي وبتلاقي لا في مكتب ولا في تليفونات عم بترد، فبيكونوا هم ضحيه هذا النصب والاحتيال. فبدهم وايضا هناك مواطنين ايضا ممكن انهم يستسهلوا فكره اخذ الاموال جدا من عده طبعاً شركات. طبعا يعني للجهتين يمكن يجب ان يكون هناك مراقبه شديده اكبر على لازم، وهي وفعلا هو البنك المركزي بلش يعني خلينا نقول بمجرد ما صدر النظام بعام 2021 واعطوا للشركات، بالمناسبه اعطوا بالشركات تصويب اوضاعها، الشركات اللي ما كانت مصوبه اوضاعها وبتنتهي مهلتهم ب 30/5/2024، يعني اعطوهم مده سنتين حتى، فبالتالي ممكن انه نرى شكل جديد، شكل جديد ورقابه اكثر لانه ما كانت موجوده، يعني تماشى لانها زاد عددها. شكرا اسراء الزعبي على كل هاي المعلومات والتفاصيل، المحاميه من المستشاره القانوني، شكرا لوجودك معنا اليوم، صباح الخير.